طيب، واحنا بنتكلم عن المواطن والاعباء، عندنا خبر اخر وهو صفقه راس بناس، ويمكن الناس برضو مهتمه بهذا الامر، وكان الحديث عنها ايضا النهارده من دوله رئيس الوزراء. ده هينعكس ازاي هذه الصفقه؟ كيف تنعكس ونشوفها برضو على تنعكس ايجابيا يعني على المواطن؟ هو مبدئيا يا فندم، هو السيد رئيس مجلس الوزراء لم يعلن عن توقيع صفقة محددة في هذا الشأن، ولكن سيادته أشار إلى أنه الدولة بتسعى لدعم وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ودعم الاستثمار، وهذا الأمر بيتمثل في حرص الدولة على طرح أو دراسة طرح خمس مناطق، 4 إلى 5 مناطق على ساحل البحر الأحمر، منها طبعا رأس بنات، بهدف الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص في تلك المناطق. طبعا يعني المثال الأبرز هو طبعا صفقة رأس الحكمة. الصفقات اللي من النوع دوت بتمثل فائدة للاقتصاد الوطني بصفة عامة، لأنها بتمثل استثمار أجنبي مباشر، بتمثل جذب لموارد دولارية من خلال المشروعات السياحية اللي بتقام في تلك المناطق، وأيضا بتمثل يعني شراكة من القطاع الخاص وتعظيم لدور القطاع الخاص في مجال الاستثمار. فالفوائد بتكون عديدة جدا بخلاف ما تحصل عليه الدولة من إيرادات من تلك الصفقات أو المشروعات. فإن شاء الله يعني ما زلنا جاري طرح هذه المناطق، وإن شاء الله عندما تعقد أي صفقات سيتم الإعلان عنها. نعم، شكرا لحضرتك المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء.